كنت في مركز تجاري، دخلت أحد المحلات، كانت فيه امرأة تبيع كل مفروشات المنزل. لاحظت أنها كلها بالألوان الأحمر والأبيض والأسود، من وسادات وزرابي ومخدات وأفرشة. أعجبتني ظرفية صغيرة باللون الأحمر والأسود والأبيض. خرجت من المحل ولم أخذها. وجدت في وسط المركز التجاري العاملات، نساء عاملات في المركز، في يغرقون يا أستاذ في مسبح صغير في وسط المركز. يغرقون مش يسبحون، في حالة غرق يعني. يغرقون على وشك الموت، كأنهم على سطح الماء. واضح. وبعدين ذهبت إليهم لكي أنقذ من بقى على قيد الحياة. فأنقذت 3 نساء كانوا على وشك الموت، ما شاء الله. فأخذت بهم وأمسكت بأيديهم وأصبحوا واقفين أحياء. 3 نساء. لفتت انتباهي أستاذ امرأة من بين النساء التي أنقذتهم، كان جمالها جمال أجنبي، شعرها أصفر وعيناها خضروان. فأقبلت إلي وأخذتني إلى مكتبها وقالت لي: لقد أوصاني عليك أبوك لكي تشتغلي عندنا. فقلت لها: ماذا أشتغل عندك؟ قالت: في التسيير. قلت لها: عندي شهادة الإعلام والاتصال وليس شهادة التسيير. فقالت: لا بأس. بعدين معلش حاول تصفي مرة ثانية يا أخت الفضل، بس بداية الحلم نفس الشيء، هذا المركز التجاري هو أحلامك التي تتمنى أن تتحقق في حياتك. الحذاء اللي أخذتيه لونه أبيض وملون دلالة بأن عليك السعي في تحقيق أحلامك، والسعي مع العبادة والدعاء والإكثار من عمل الخير. الإنسان إذا كان الحذاء أبيض معناته يسعى في عمل الخير والإصلاح. إذا تمكنت من فعل ذلك فهناك 3 بنات أنقذتيهم، وذلك يدل بأن هناك 3 أحلام تتحقق لك، يعني تنقذيها من الضياع بفضل الأعمال الصالحة. المرأة الجميلة والشقراء اللي قلت عنها هذه هي نفسك، فكلما زاد جمالها زاد طيب نفسك والرحمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى يعامل العباد على نياتهم، فكلما أطابت نيتك وصلحت نيتك وكانت أجمل روحانيتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، كلما كان حياتك ومستقبلك أفضل. هذا والله العليم الحكيم، وتتحقق أحلامك. هذا والله.